أقيمت قافلة طبية مجانية تابعة لكلية طب أسنان قصر العيني جامعة القاهرة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لتلاميذ المدرسة وأهالي قرية الصبيح بالفيوم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مدار يومين. تضم القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية المتعلقة بالأسنان وندوات تثقيفية وتوعوية من خلال مسرح العرائس للتلاميذ حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من أمراض الفم والأسنان وطرق علاجها في مراحلها المبكرة. كما يصحبه أيضا عرض أفلام تسجيلية عن الغذاء الصحي ووسائل نظافة الأسنان. طبعا هدفنا هو حاجتين، نشر الوعي الصحي من خلال تنمية الريف المصري. عندنا مجموعة متميزة من أساتذة الجامعة الحقيقة كبار جدا، كنا خدنا دورات تدريبية في هذا الموضوع في جامعة في ألمانيا من خلال شراكة مع جامعات ألمانيا، وإحنا قلنا إن إحنا عايزين نطوع المجهود ده بحيث إن هو ما يبقاش بس للأبحاث ولا للتعليم، ده يبقى من خلال حياة كريمة وتطوير الريف المصري كدور كلية مجتمعي.